اللي راه تصرف بطريقه عشوائيه. علاش صعيد عويطه؟ علاش صعيد عويطه؟ علاش صعيد عويطه؟ وعلاش بالضبط هشام قروج؟ علاش بالضبط هذه الفتره هذه؟ وعلاش بالضبط الرياضه العاب القوى؟ وعلاش بالضبط الرياضه الوطنيه؟ اعزائي الافاضل، اهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. فالحلقه ديال اليوم بغينا نتكلموا فيها على واحد الموضوع اللي اثار جدل في هذا الاسبوع هذا، لكن ماشي من الزاوية اللي شفتوه به في جميع الفيديوهات اللي شفتوه أو اللي سبق لكم شفتوه من قبل. أكيد أن المبادئ الأخلاقية ما تسمحش لنا نهائيا أن ندخلوا في الحياة الشخصية للأشخاص، سواء كانوا مشهورين أو غير مشهورين. لكل أسرة عندها الأسرار ديالها وعندها الإكراهات ديالها وعندها مشاكلها، فهذا ما غاديش ينفع نهائيا للمجتمع أو ينفع تسير الشأن العام في بلدنا بأي شيء. لكن أنا بغيت نتكلم معكم من باب آخر. موقع السعيد عويطة في هذه الأيام هي قصة اللي عندها أكثر من 20 سنة أو 21 سنة. ربما البعض غادي يشوف هذه المسألة على أنها مسألة عادية أو تلقائية وقعت. علاش بالضبط هذا التاريخ؟ علاش بالضبط هذه الأيام؟ مدفوعين هاد الناس، هادو مدفوعين من طرف منو؟ من طرف هاد السيد هذا، مشى بالموتور من طرف واحد الجهه، الجهه اللي كتعامل مع هاد الناس هادو، جهه لان انا اللي ما بغيتش نمشي معاهم في واحد الخط لتدمير الرياضه في المغرب. بزاف من ديال الناس ما غاديش يكونوا عارفين هاد المعلومات اللي غادي نقول لكم دابا، واللي هي احداث واقعيه البعض منها غادي تجدوه في هاد الفيديو. هاد المضايقات اللي شفتو هاد الايام يعني دارت بفعل فاعل بنوايا سيئه وبنوايا التضييق على هاد البطل وابطال اخرين. فترقبت ديال الناس كتحي على أن سيتم تغيير رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى اللي كترأسها الآن عبد السلام أحيزون ولمدة 13 سنة، وسيتم استبداله بأحد الأبطال المغاربة. وكانت أسماء كثيرة تقترحات أو طرحات في الكواليس، ومن بينهم من طبيعة الحال الأسطورة سعيد عويطة، وكذلك بعض الأبطال اللي كيطالبوا بإنهاء يعني مهام ديال الرئيس الحالي للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. خالد كح أخيرت بطل أولمبي، يعني بطل عالمي وبطل مغربي، فين كتشوف نقاط ضعف ديال هذه الجامعة هذه الحالية؟ الجامعة اللي يمكن لي نقول هو الحل الأول والأخير هو أن على السيد رئيس الجامعة أن يستقل. لقد دمر ما بناه أجيال هذه الرياضة وما أعطوه وما أسدوه لهذه الرياضة ألعاب القوى. خالد كح يمكن نقولوا بأنك يعني في طريق مع سعيد عويطة في الصريح الأخير اللي خرج به. أنا كنظن أنا ماشي أنا قبل سعيد عويطة الأشخاص اللي هما مستفيدين من هاد الزوبعة ومن هاد الغموض ومن هاد عدم الوضوح في المؤسسات ديالنا. فالناس اللي من طبيعة الحال ما غاديش يتفقوا وما غاديش يبغيو أنهم يكونوا هاد الأبطال، ما كان عليهم غير يستعموا أساليب رخيصة، وهو التوجه للعائلة وللأسرة ولأسرار الأسرة ولخلافات الأسرة. فقبل هاد الزوبعة هادي كانت سبقتها زوبعة أخرى. خرج واحد صحفي للاسم ديالو يحيى السعيدي، كيعمل مستشار في وزارة الشباب والرياضة وكذلك في الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. هاد التصريح ديالو كان كيشكك في النتائج وفي الأرقام القياسية اللي حصلوا عليها الأبطال ديالنا على مدى تاريخ المغرب في ألعاب القوى. إذا نخليكم تسمعوا التصريح ديال البطل الأولمبي والعالمي هشام القروج في راديو مارس. جيس السعيد يحيى اللي هو سواديزون كيقول أنه مستشار وزير ومستشار في أحيزون جامعة ألعاب القوى، ويتجرأ ويدير انتقادات خطيرة جدا. دونك هاد الانتقادات وهذا علاش بالضبط هاد الفترة هذه؟ وعلاش بالضبط هشام القروج؟ وعلاش بالضبط الرياضة ألعاب القوى؟ وعلاش بالضبط الرياضة الوطنية؟ وكيلا اليوم جينا نتشكوا في هشام القروج، وكان الشخص كيشككنا في سعيد عويطة وكيشككنا في ألقاب نوال متوكل. علاش سعيد عويطة؟ هادشي اللي بغيت نسولك الأخ، أنا الآن كنسولك علاش سعيد عويطة؟ علاش سعيد عويطة؟ وهذا السؤال هذا فيه يعني ما فيه في فترة معينة في وقت أو في ظرف زمني معين كان الهدف منه من طبيعة الحال هو التشكيك وتلطيخ وتوسيخ السمعة ديال ألعاب القوى المغربية والأبطال الرياضيين اللي حصلوا على هاد الأرقام وهاد النتائج المشرفة واللي من طبيعة الحال كتشرف المغرب وكل المغاربة. وهذا من طبيعة الحال ما يمكنليش نناقشوه في هذه الحلقة، لكن الاستغراب والاستغراب الكامل ملي كنشوفوا وسائل الإعلام أو شبه وسائل الإعلام كتمشي مع القشور وكتخلي الجوهر. فإذا ما فهمتوش شي حاجة صرفوها فلوس وغادي تفهموها،
لاننا كنتكلموا على واحد المؤسسه اللي كتصرف عليها الملايير سنويا، والنتائج غادي نخليكم نتوما انكم تقدروها وانكم تبحثوا عليها واش كاين النتائج اللي كتناسب هاد الميزانيه الخياليه اللي كتخسر على هاد المؤسسه او لا. ليبيا مليارات تصرف بطريقه عشوائيه وطريقه انفراديه وطريقه ديال التعسفيه. باش نرجع للوراء احترام، وبغيت نقول لك على انه اليوم العاب القوى غاديه من هاويه الى هاويه، غاديه من اخفاق الى اخفاق. العاب القوى اليوم من 2005 الى يومنا هذا ولا 2006 الى يومنا هذا ضيعت اجيال وخرجت على اجيال وخرجت على واحد العدد نتاع الشباب في بلادنا، وهذا بالنسبه لنا جريمه رياضيه يحاسب عليها امام القانون. واكيد ان في الايام القادمه القليله غادي تشوفوا اسماء اخرى يعني كيتم تشهير بها بطريقه لا اخلاقيه ولا انسانيه. بعد تصريحات ديال هذا الصحفي اللي سميتو يحيى السعيدي، واللي وزاره الشباب والرياضه خرجت ببيان كتبرأ من التصريحات ديالو اللي ما كتربطها اي علاقه بوزاره الشباب. كما قال كريم حقا واحد الصمت ساد الاستوديو، حنا كنتبعوك وبكل افتخار. ما يتم تداوله الان هو ضرب ماشي غير هشام قروش، واحد التاريخ مشترك ديال المغاربه كاملين. اما ما يتعلق بالحياه ديال الاشخاص وحياتهم الشخصيه فهادشي كله ما عنده فاش يفيدنا حنا المغاربه، حنا بغينا نتكلموا ما يهم الشان العام ببلادنا في جميع القطاعات وجميع المؤسسات. فالإعلاميين أو ما كيسميوا أنفسهم إعلاميين لكن عندهم الجرأة هو أنهم يمشيوا بحثوا على المعلومات الدقيقة ويخوضوا في المواضيع اللي غادي تكون عندها إنعكاس إيجابي على بلادنا. والنداء نتاعي هو لسيدنا الله ينصره خصو يجي يعتق العاب قوى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن إلى هنا سيداتي وسادتي نودعكم وإلى أمل اللقاء بكم في فرصة قادمة إن شاء الله.